أشاد اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجهود أعضاء لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير المعنية بتوزيع المساعدات. ووجه سموه أعضاء اللجنة بضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمبالغ المساهمات وضمان وصوله إلى الفئات المحتاجة وتحقيق جميع أهداف الحملة الوطنية في النخير التي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة ولاقت نجاحا باهرا ومشاركة متميزة من قبل المواطنين والمقيمين. كما أكد سموه على أهمية دراسة تنفيذ المشاريع المتفق عليها بطرق وآليات إبداعية تضمن استمرارية الاستفادة منها في أي طارئ مستقبلي لتحل أي مشكلة وتكمل في أي نقص تكمل أي نقص قد يتعرض بل تتعرض له الجهات المستفيدة من هذه المشاريع والابتعاد عن الحلول المؤقتة قدر الإمكان إلا فيما تقتضيه الضرورة والمصلحة. مؤكدا سموه أن عمل لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير المعنية بتوزيع المساعدات يعتبر من المراحل المهمة في عمل الحملة وأن الجميع يتطلع بكل ثقة إلى جهود الأعضاء في تحقيق الأهداف السامية التي أطلقت حملة في النخير من أجلها. جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير المعنية بتوزيع المساعدات والتي عقدت اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير، وذلك عن طريق الاجتماع المرئي عن بعد. وبهذه المناسبة بيّن الدكتور مصطفى السيد أهم نتائج الاجتماع، حيث أشاد الأعضاء بالاهتمام الكبير الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البحرين لتكون المملكة رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي، وأكسبها السمعة الطيبة والإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية. كان لي شرف إدارة اجتماع لجنة توزيع مساعدات أو تبرعات لجنة في نخير، ومن حسن حظنا متابعة سمو الشيخ ناصر لأعمال اللجنة اللي دار حوالي ساعتين، تناقشنا فيها آلية العمل والأهداف مع التركيز على أهمية خدمة البحرينيين والمقيمين بصفة تعكس طيبة أهل البحرين وموقفهم الإنساني الجبار في عملية في نخير هالمبادرة الجميلة اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر. تطرقنا إلى الدعم في عدة قطاعات، استعرضنا نشاط اللجنة إلى الآن، منها طبعاً توصيل الغذاء إلى الفئات المحتاجة وأساليب جديدة لتطوير العمل، وأيضا طرقنا إلى موضوع التعليم ودعم قطاع التعليم ودعم الأسر المنتجة، دعم الفئات المحتاجة المتضررة، دعم جهات وأشخاص غير مؤمن عليهم وهم في أمس الحاجة إلى هالشيء. بعد مناقشة اقتراحات الأعضاء القيمة واللي يعني كانت أكثر أمانة من توقعاتنا،
من ناحية الأفكار الإبداعية في استغلال الأمثل للمبلغ اللي عندنا، من ناحية أيضا سلامة المجتمع، سلامة التوزيع، وأيضا الاستفادة في تطهير وتنظيف الأماكن والقرى وتوصيل المساعدات على أكمل وجه.